اوكي راح احكي لكم اليوم عن الويب كومبوننتس والبوليمر ولا شيء هذا لا ولا شيء هلا اسمي رشا خطيب بشتغل ويب ديفلوبر بشتغل انا like on my personal time حاليا my main project is منشر I did the layout إذا شفتوها وكمان عم بشتغل على non-profit organization for mentorship for girls sorry guys وهلا رح أحكي لكم عن إشي شوي استخدمته ما استخدمته في project production بس استخدمته لحتى أتعلم شوي أكتر عنه في project take it just to play around with it الويب كومبوننتس لهلا بس موجوده في كروم وفي فايرفوكس سفاري لسه عم يشتغلوا عليه اي اي بيحكوا اندر كونسيدريشن سو في هوب انه يوصل لاي اي مش معروف امتى بطلت اريح احسن لهم احسن شيء عملوا هلا ليش الويب كومبوننتس هلا اذا بتطلعوا على الكود لفيسبوك اذا بتطلع بس على النافيجيشن بار كل هذا الكود له بس عشان هذا اللي فوق هلا اذا بدكم تعملوا شيء في ويب سايت ايش بتعملوا بدك تعمل نافيجيشن بار ايش بتعملوا حدا يحكي شو بعمل لما بده يعمل نافيجيشن بار do you search for it you just do it اوكي سو في ناس بيختاروا يعملوا يوالز في ناس بيختاروا يعملوا ديفز في ناس بيعملوا سيرش they copy paste stuff ممكن تستخدم شيء استخدمته في بروجكت قبل you just copy paste it كان شيء شغال عندك هلا اللي عم بتحاول الويب كومبوننتس تعمله انه اذا انت بنيت شغله وحاببها انه this works to use it في other projects يعني انا ببني navigation horizontal navigation مثلا بصير انه هيك عندي بصير عندي كل هذاك الكود اللي احنا شفناه هون بصير بس عندي هذا اختصاره بس بحكي بدي horizontal navigation هون في عندي items navigation items عندي الهوم والabout us وفي عندي profile image and as easy as that I just import the HTML اللي انا عملته زمان و I just add the tags ورح يكون تتعامل معهم just like any HTML tag موجود مثل ال P مثل ال image tag مثل اي tag موجودة هلا في أكثر من طريقة إنه تتعرف الويب كومبوننتس طبعاً إلها طريقة والبوليمر إجت ضافت على الطريقة تاعت الويب كومبوننتس كيف يتعرفوا كيف نعرف الكومبوننتس تاعونا البوليمر شوي أخذت approach declarative تأخذ الإليمنت بتسميه اللي بدك إياه أو بتضيف كل الأشياء اللي محتاجها الويب كومبوننتس الفانيلا ويب كومبوننتس approach إنه you register an element and then you start adding to it هلا at the end the usage is the same بغض النظر شو اخترت اي approach تروح معه اذا بدك البوليمر مش عاجبك بدك تروح على الفانيلا approach بالاخر بتستخدمه ك HTML tag عادية او من خلال الجافا سكريبت you dynamically create the tag مثل اي tag عادية هلا في كمان شغلة وفرتها الويب كومبوننتس which is awesome انه ما بدهم اياك to reinvent the wheel في عندك كومبوننتس موجودة already مثلا في شغلات زي الفورمز برضو it's kind of like web components انت مش عارف شو اليو اي تاعتها you just add a form في يو اي لوجيك و events that gets triggered بدون ما انتو تبنوا كود إلها you just listen to these events فبتسمح لك الويب كومبوننتس to extend هدول الأشياء اللي already موجودة زي مثلا البتن أنا بدي أخلق بتن بس ما بدي أروح أخلق كل الفانكشناليتي تاعته بس بدي أغيره شوي مثلا على اللون أو بدي أغيره شوي على إيش يعمل بس ينعمل له كليك مثلا بدي لما ينعمل له كليك to expand هاي الفانكشناليتي بضيفها لإله using the لما بدي أعمل create لهذا الإلمنت بحكي له extend button بالآخر لما بعرفه button وبحط له is awesome button this is gonna take what I coded for هلا إيه إنه this button is an awesome button so you're extending this web component that you created هلا إيش هذا الإشي بعطينا
بيعطينا انه الانكابسوليشن لما انا باجي بخلق ويب كومبوننت بطل في مشكله اذا بستخدم اي ديز. كان في مشكله اذا في البيج العاديه بدي استخدم اي دي ويكون في اي دي ثانيه بصير عندي مشاكل هنا ولا في اي مشكله. خلص في جوا الكومبوننت عرف اي ديز اللي بدك اياها, حط الستايلز اللي بدكم اياها, و it doesn't leak, it creates its own scope that's encapsulated. بعدين في عنا شغلة الكومبوزابيليتي, انه انا لما باجي بدي اعمل ويب سايت خلص في عندي هدول الكومبوننتس المعينة, مثلا في عندي هيدر وفي عندي هون الكونتنت وفي عندي هون الفوتر, ممكن يصفي عندي الويب سايت بس 3 تاجز ويعطيك العافية خلصت, تكون بنيهم من قبل يا بتضيف عليهم يا انه مثلا بتخلق هدول الكومبوننتس مرة تانية اذا مش عاجبك الاشي اللي بنيته قبل, بس بيسكلي بصفي عندك بس هدول 3 كومبوننتس او شوي اكتر. الريوزابيليتي انه انا باخد اشي اوريدي موجود وبعدل عليه اللي هلا حكيته. يعني انا مثلا جبت الهيدر اوكي انا I used it before I love it, بس بدي اعدل عليه مثلا على الالوان شوي, بدي اخليه مش على الثيم تاع الويب سايت, بعدل عليه بحط له شويه كولرز, بحط له شويه فانكشناليتيز زياده وخلص بدل ما انه ابلش من جديد. هلا في ايش الاشياء اللي بتعمل الويب كومبوننتس؟ في 4 ستاندردز بيعملوا الويب كومبوننتس واللي استخدمتهم بوليمر بعدين وضافت عليهم their own ideas. في شيء اسمه ال HTML templates, انه انا بضيف المارك اب بتاعتي للكومبوننت اللي بدي اعملها. هلا الاشي الحلو في هذا الشغله انه هلا templating engines اللي هلا مستخدمه عاده it passes around strings وit hacks its way around how to parse these strings وتخليهم elements وتضيفهم على الـ على الفيوز تاعتنا. هلا اللي بيصير في ال HTML templates انه it's a DOM, it parses it, the browser parses it, فكتير اسرع, ما في hacky way around it. كيف بنعرف التمبلتس؟ في للويب كومبوننتس برضو طريقه وفي للبوليمر طريقه. هنا بس عملت البوليمر إيليمنت وعطيته النيم تاعه وجوا التمبلت ضفت شو اللي بدي أحط أنا في هذا الكومبوننت. هنا بس عرفت إشي بسيط إنه أنا بدي ألف على, حتى بتعطينا التمبلتس الأبيليتي إنه الريبيت اللي استخدمها قبل شوي محمد بتعطينا إياها التمبلتس إنه we go over an array of elements ومنطلعهم على السكرين, we don't have to do like an extra work. في شيء تاني اللي هو اسمه الشادو دوم. هلا حكيت عن الانكابسوليشن, how is it achieved. في شغلة الشادو دوم بيعمل لي كرييت لدوم جديدة وموجود فيها كل الستايلز والمارك اب, وهي هذا الشيء اللي بيعطيني الانكابسوليشن انه هاي ان فول سيبريشن عن الابلكيشن تاعي. هلا كيف بتنعمل الشادو دوم؟ في الويب كومبوننت يو هاف تو سبيسيفيكلي تيل ات انه انا بدي لهذا الويب كومبوننت بدي شادو دوم له خاصه فيه واعرف فيها المارك اب والاشياء اللي بدي اياها. في البوليمر every web component has its own shadow dom so you don't have to worry about it, you just create this element وانت خلاص بالك مرتاح انه خلاص I have everything that I need هون وبقدر احط المارك اب اللي بدي اياها بدون ما to worry about شو في اشياء تانية في البيج لانه it has its own shadow dom. الشادو دوم موضوع شوي كبير يعني اذا بتحبوا تروحوا تقراوا عنه كتير الموضوع حلو. في ارتكلز من HTML 5 rocks كتير حلوة عن الموضوع. I think I linked to it في البرزنتيشنز. هلا في شغله هون اعطي بس اكزامبل بسيطه. هذا البيرسونال بورتفوليو تاعي اونلاين. So I used the styling تاع Google Cards if anybody knows it. كان بس practice إلي على CSS و HTML. طبعا خبصت كتير في HTML, كان أول exercise إلي. فطلعت في تقريبا شهورة بالكود هون. كل هذا الكود بس لهذا الكارد تطلع. هلا في حاولت أعملها في ال Polymer. You can just بدي أعمل زي فارس وأحط element بس هالمرة بصورتي بدل صورته. عملت user card. هلأ أي حدا بيجي بحط هذا التاج في الويب سايت تاعه بتطلع الكارد تاعتي اللي هي هذه. You can include it anywhere. You just import ال HTML files اللي إلها وأول ما تستخدم هذا التاج you have full access, you have just the element without worrying about it. هلا هون بس عملت include للأشياء اللي أنا عملها في الكورد وجوه الستايل حطيت كل الستايلز تاعتي. هون طبعا ما بتغلب بالستايلز لأنه خلص بس بحكي H1 وبعملها styling, بحكي A وبعملها styling, I don't worry إنه الأشياء التانية في البيج مثلا في مليون H1 ممكن ينعمل له إشي, ما حدا بتأثر فيها. damn it.
Sorry. هلا في شغلة. أوكي. بحاول. نعم. برضو سوري مش لازم أغلط. Anyway. هلا رح أعمل إشي أحسن من اللي عمله فارس إنه I exposed elements. هلا هون بدل ما أخلي الكل يعني غصبا عنه بده يحط صورتي بقدر أعطيهم إنه يحطوا صورهم. ففي إشي بتقدر تعمله في الويب كومبوننتس أو في البوليمر بخليك to expose attributes. Whatever you want the user to add, you just pass it as an attribute. أنا بدي هذا الكورد دائما to have an image. Or they can add whatever they want. بدهم مثلا to add the H1, the A, the A reference or whatever. هلا هون بصير عنا كل هاي الشغلات بتيجي في الكونتنت تاج. And you can style them, you can still style them the way you want. حتى لو انهم هدول جايين من اليوزر انه مش جوا التمبلت تاعتي. By using بس السودو كود الكونتنت. So هون I used that. حكيت له اللي جوا الكونتنت which is اللي هو هون. رح يكون I targeted the H1 اللي هو رح يكون جوا الكونتنت بس اعمل لي الكولر تاعه رد وبس بغير لي على هذا الكورد ما بغير على الكوردز الثانيين مع انهم مستخدمين ال H1 هلا بالاخر احنا we created كل هاي الاوسم كومبوننتس بس we want to use them for we use the HTML imports basically what you do is just هلا في شغلات احنا هلا عملنا create لويب كومبوننت بس فينا نروح مثلا على الكاستم اليمنتس على كاستم اليمنتس.io you have a lot of web components that are already there you don't need to like build them so you just search for it and then you import it في البروجكت تاعك so مثلا هون في ويب كومبوننت اسمه جوجل ساين ان بعملش ولا إشي غير انه بس بستخدم هذا الإشي بصير عندي ساين ان في جوجل في ماي ويب سايت I just do the import and I'm done طبعا هذا الاشي صحيح بالنسبة للكمبوننتس اللي انتو بتعملوها او الكمبوننتس اللي انتو بتجيبوها بس بتعمل الامبورت وبعديها بتستخدم الاشي في شغلة عملتها جوجل برضو اللي هي جوجل ويب كمبوننتس انه جوجل عندهم كتير APIs I think hundreds of APIs فبلشوا يعملوا ويب كمبوننتس لهاي الAPIs بلشوا فيهم واحدة واحدة مش كلهم موجودين بس هاي مثلا واحدة من الامثلة انه في Google Drive, you just include this tag and you're done. You have these options to use. هلا رح أفرجيكم كيف Google YouTube مثلا. هلا Google YouTube لما بدكم تيجوا تستخدموا API, في مليون شغلة تعملوها. بدكم تعملوا include بدكم تعملوا load API. بدكم تعملوا instantiate the player object. بدكم تعملوا كيف how to use these methods على the player object. هلا راحوا جوجل عملوا إشي اسمه جوجل يوتيوب. You just include this tag. You pass it كل الattributes اللي بدكم إياها. You don't worry about the code which is 600 lines of code. You don't worry about any of these and you don't use them بالمرة. هلا you can go to GitHub and like view the code. بس at the end of the day when you're using this tag, you don't need it. You just include it في your website. You give it any ID that you want. هنا بس it's a demo. إنه I change the ID. It passes it لهذا الويب كومبوننت اللي إحنا عملنا وبعمل لك load للإيمج اللي بدك إياها. هلا في شغلة هون مثلا هذا الويب سايت اللي هو تاع الويب كومبوننتس لجوجل. هلا it has a lot of options. واحدة منهم مثلا الجوجل مابس. جوجل مابس بدها كتير شغل لحتى تعمل انكلود للجوجل ماب بدكم كونتينر بدكم تعمل شيت للماب وبعدين بدكم تحددوا السنتر والزوم وكل هاي الشغلات اختصروها برضو في تاج واحدة هلا اذا بدنا نشوف شو هم عاملين خلينا هاي في عندهم كتير اوبشنز في اناليتكس اي بي ايز بس هلا اذا بدنا نروح على هذا الاليمنت لحتى نشوف كيف طالع خلينا نشوف هذا. في عنا هاي. هلأ كل الماب بس مختصرة في هذا النيم تاغ. في هذا التاغ.
اللي عملناه as a web component, حتى ما عملناه يعني رحنا جبناه من ال web components الجاهزين واستخدمناه عنا. حتى الأشياء اللي that makes sense للجوجل مابس, مثلا في إشي اسمه جوجل ماب ماركر, you can use it just by declaring this tag and it will have it for you. هلا إذا لاحظتوا في it created something called shadow root. الشادو روت هذا has all the code inside of it and you don't have to deal with it. لما تيجي تعمل لما تيجي بدك تشوف كود حدا عامله مثلا and they're using Google Maps and you don't have to deal with it, you just go and you see إنه هذا الويبسايت okay في هنا Google Maps and it will be just one tag and you move on to the rest of the code. فراح يكون أحسن كديفلوبر, راح تموف faster بدل ما تضلك تقرأ في كود ما إله لازمة. هلا في كمان شغلة هذا بفرجيكم كيف تستخدموا ال web component اللي بدكم تستخدموه. مثلا هنا جوجل يوتيوب بعطيك كل الأشياء اللي ممكن تستخدمها. مثلا في عندي attributes بقدر to pass video ID please support and a lot of other options تحدد ال height وال width and that's all you need to deal with. Another thing is that you can access the code if you want to know how they did it and they have the full code on GitHub for each component if you're very confident and you want to improve it or something. في tools كمان إنه على أساس تعمل كل ال imports بدل ما يكون في عندكم imports كتير to end up في ال website, you can use tools to just have it as one single HTML file. هلا في شغلة تانية محمد ذكرها which is the polymer paper elements. مثلا أعطيكم مثال عليها إنه أنا بدي أستخدم إشي اسمه paper dialogue. I just want this thing في my website. بدي الكور ترانزيشن سنتر مستخدم هذا الترانزيشن انه انا بدي بوتن اول ما اكبس عليه يطلع لي هيك مع هذا الترانزيشن هذا الاشي. All I need to do is just go here and do this. هذا الاشي هذا كل الاشي اللي بدكم تعملوه. ما في يعني as a developer انتوا عم تشتغلوا على website ما في داعي انه تروحوا تطلعوا على transitions و CSS و how to do this and that. في components جاهزين of course, في other options زي مثلا ال bootstrap بس هلأ عم بتطلعوا على web components as the future لانه you don't have to deal with all these separate files لانه حتى في ال bootstrap you end up with a lot of code and you have to declare all these devs. هلأ هيك حتى if you use bootstrap you can use them في different component وتعمل declare لكل الأشياء. مثلا هذا paper dialog أنا مش عاجبني بدي أعمل له create من أوله وبس بدي أستخدمه في كتير websites بروح بعمل my own component بسميه paper dialogue, I include bootstrap, بحط الترانزيشنز اللي بدي إياها وبعدين I just use this في my website. I think that's all I have for today. If you have any questions, I played around شوي في Polymer project so I might be able to answer or just tell you to Google it. Am I okay with the timing? Okay. Any questions? I had a question. Ask. We heard about Rectos. Yeah. To be honest, يعني أنا ما بعرف صراحة إنه أجاوب عليه. I think إنك you answered it. بس الإشي اللي منيح في الويب كومبوننتس إنه they create their own DOMs. So you're basically using the functionalities اللي في البراوزر النيتيف. يعني لما بدك تيجي تعمل parse للcomponent هاي لما بدك تيجي تتعامل معها the browser parses it. So it uses الأشياء النيتيف اللي في البراوزر ومش شايفة في لها دخل I mean مش شايفة في داعي للdirectives لما تكون في عندك web component. So I think it's easier to actually move around between different projects. You just need to import and then use this. For directives, I think you need to do more. You need to include the files or give the code or maybe copy paste it to do all these things. I think you have more to it, so. Do you have anything to add? I mean, like, Anchor to us initially. Okay. Okay. Any other? And it's going to have a question for the program. Cool. Yeah. You just import just that, just like this, as easy as this. Yeah. Oh yeah, of course. You need to import a Polymer project. في حتى polyfills for the browsers اللي ما عندهم support. You can just also include polyfill.
للويب كومبوننتس بس you need to also include polymer if you're using polymer. Yeah. إذا بدك support من كل browsers. So you can get that. I think في tools بتهتم في هذا الشيء. نسيت شو اسم التول. Vulcanizer بيجيب كل بدل ما يصير يعمل imports كل واحد لحال بيعمل لك إياهم كلهم فايل واحد. Like لما بدك تيجي تطلع production you just use these tools وبالآخر they should act the same. Any other questions? أي حدا أيوة لا بتقدر تحط صورتك أو سؤال شوي جيد بس إنه is polymer production ready يعني لو شيء كبير وعندنا كثير users بدخل كل يوم وبيستعملوا موبايل وبراوزر ممكن انترنت اكسبلورر هلا هلا جوجل كيف بترد على هذا السؤال انه بوليمر نفسه الموقع تاعهم مبني على يوزنج الويب كومبوننتس يوزنج بوليمر yeah they it's still kind of they're doing a lot to for the speed it's still sluggish it has its own issues I'm not sure about web components though is it the same as using polymer no you can use web components but like as if you can use particles does it have performance issues I mean it will probably have less struggle support like that I wouldn't work with that but what I know is that في كتير engineers من Google that are pushing for web components and that are working extensively على yeah, just to push this. People believe that future of web development is web components. People are excited about it. And the current version is they just released 3 weeks ago, 0.8, and it's still that fine. Yeah. 0.5 is dead. And actually, 0.8 is going to be developed. 1.0, which I believe we're going to ask that IO, they would have increased the agenda of that Google IO in the end of May. So that I think will be more production. So in few months. Yeah. So they're gonna have announcements for Google I/O. Yeah. بحكي لكم راح أكون هنا. أحكي لكم شو بصير. في أشياء في حدا مخطط يستخدم ال web components or something. Yeah, أنا شخصياً استخدمته just like to know about it, not to use it في شيء معين. Documentation تاعه برضو مش كتير. Like it's still not ready. Yeah, بتحس إنه في something missing. ما أنا معطيهم فرصة. Name. والديفولت إيش إله اسمي قصي. Okay. والورد هاي بدنا نحط محلها اسمي فبنحط sending the data that I want to send it to the UI so this UI thread will take care of the coming operation okay here also you